أوكي، محاضرتنا اليوم عن الـ Resources Management. إحنا يمكن خلال المحاضرات السابقة شفنا كيف نتعامل مع الـ Networks، سواء الـ Activity on Arrow، Activity on Node، واستخدام البرنامج MS Project في عمل إدخال الـ Tasks والـ Relationships، نعمل Links إلها وFormatting. الآن ننتقل لمرحلة أيضا كثير مهمة في السكجول، وهي التعامل مع الريسورسز. خلينا ناخذ مثال بسيط ومنه نشوف الكونسبت تبع الريسورس مانجمنت والإشكالات اللي ممكن تصير معنا خلال عمل assignment لهذه الريسورسز. السمول نتورك الموجودة أمامي في عندي activity B followed by activity D و E، والديوريشن ساعت كل واحدة موجودة أمامي، والريسورسز المطلوبة إلها. لنفترض أنه أنا عايز workers، يعني activity B اللي مدتها 4 أيام تحتاج كل يوم ل 2 workers، وعند نهايتها تبدأ الactivity D اللي بتحتاج، هي مدتها يوم تحتاج 4 عمال 4 workers. الاكتيفيتي اي ايضا عند نهايه بي تحتاج ل 3 workers بير داي، وبيستمر تستمر النتورك حسب الموجود امامنا. طبعا انا في عندي افيلبل ريسورس من الوركرز هان فقط 5 عمال ممكن يتوفروا في اليوم الواحد، فالافيلابيلتي للريسورسز عندي 5. الان ايش النيدد حسب حاجه كل اكتيفيتي. لو اجينا طلعنا هيك بنظره عامه الاكتيفيتي دي والاكتيفيتي اي، الايرلي ستارت الها 4، بمعنى هي بعد على طول الايرلي فينش للاكتيفيتي بي، فالتو اكتيفيتيز هدول ويل ستارت ات ذا سيم تايم. طبعا الاكتيفيتي دي بدها 4 workers والاكتيفيتي اي بدها 3 workers في نفس اللحظه بنفس الوقت، والمتوفر عندي 5 workers. لو انا في البدايه اشتغلت على ما في عندي requirements للريسورس واشتغلنا النتورك العاديه تبعتنا، يعني فقط اللي بيست على التايم، ونشوف وين عندي الكريتيكال باث اللي احسب من خلاله الديوريشن تبعت هذه التوتال ديوريشن تبعت هذه النتورك بدون ريكويرمنتس وكونسترينتس بتاعت الريسورسز. مينلي حيكون الكريتيكال باث اللي عندنا هاي الاكتيفيتي بي و فولود باي اكتيفيتي اي فولود باي اكتيفيتي كي ام، يعني هذا بالانسبكشن البسيط هذا هو عند اللونجست باث، لانه لو جمعت الديوريشنز تبعتها بيكون هذا اطول مسار عندي، 4 للاكتيفيتي بي للديوريشن زائد 4 على اي زائد 6 لكي، يعني 14 يوم وام يوم، فالتوتال بروجكت ديوريشن بيكون 15 دايز. طبعا لو اخذت المسار الثاني حيكون اقل، فعمليا انا عندي هان البروجكت ديوريشن without restrictions من resources حتكون 15 يوم، وهذا اللي احنا اشتغلنا عليه طوال الفترة السابقة. يعني كانت كل النتوركس تبعتنا كأنه افترضنا انه في عندي unlimited number of resources، يعني الاكتيفيتي ايش بدها resource حتكون available. الان الكونديشن لا، شوي صار مختلف، الريسورس صار في عندي نوع من الكونسترينتس عليه اللي هي الافيلابيلتي. أنا متوفر عندي في أي لحظة أو في اليوم الواحد فقط 5، فواضح إذا أنا صار سكادولينج للأكتيفيتي دي والأكتيفيتي إي في نفس الوقت هان مش حيتوفر عندي الريسورسز اللازمة اللي ممكن أنا أنفذ فيها تو أكتيفيتيز في نفس الوقت، فبالتالي الريسورسز نيدد حتكون هنا أكبر من الريسورسز أفيلابل. الأفيلابل عندي 5، والنيدد في لحظة ما بدي أبدأ دي وإي في نفس الوقت 7. تمام، وهذا الآن في عندي violation
الافيلابيليتي. طبعا كيف بدي اعالج الان هذه الاشكاليه واتجنبها؟ بدي ابدا افكر في انه احرك اكتيفيتي، يعني ممكن ابدا الاكتيفيتي اللي على الكريتيكال باث مثلا اللي هي لها الاولويه، لانه اي تاخير فيها حيزيد مده المشروع، واحاول ااخر النون كريتيكال اكتيفيتيز، ولكن تاخيرها هان بده يكون مرتبط بالفلوت الموجود، قديش في عندها فلوت. هذه نقطة أولية أنا ممكن ألاحظها. فإذا عمليا أنا ممكن أحل الأمر إذا كانت النتورك بسيطة، بأنه أنا بتطلع على بعض الأكتيفيتيز اللي فيها فلوتس وبعمل تأخير للبداية تبعتها. لكن لما تكون النتورك شوية معقدة بيبدأ الأمر يصير عندي صعب، بمعنى مين من الأكتيفيتيز اللي أنا ممكن أأخرها ومين اللي أبدأ فيها. حتى لو أنا إجيت أخرت الأكتيفيتي دي بالفلوت الموجود، وفي لحظة صار الـ needed resources still أكبر من الـ available، هنا بصير في عندي مشكلة بأنه أنا لا أستطيع أعمل scheduling لهذه الأكتيفيتيز في نفس الوقت نتيجة الـ restriction الموجود عندي على هذا الـ resource. فبالتالي الآن المحاضرة اللي حنشوفها اليوم هي مركزة على أنه كيف أعالج هذه الإشكالية إذا كانت عندي الـ resources needed أكبر من الـ resources available. هاخد two concepts في resources management. الأول مرتبط بالـ resource allocation، وهذا اللي عادة بعمله من بداية الـ assignment للـ resources على الـ activities المختلفة. الـ resource allocation المقصود هنا فيه هو الـ allocation للـ resources that are limited، بمعنى إنه أنا ححط constraint عندي إنه أنا في عندي available resources الرقم كذا، وححط شرط مرن بإنه الـ duration تبعت الـ project is not fixed. يعني تو انا شفت البروجكت تبعي كان بده 15 يوم، وطلبت انه اعيد توزيع الاكتيفيتيز بحيث اوزع الريسورسز حسب الافيلابيليتي. الان اذا ما توفر الامكانيه انه انا اثبت الديوريشن، لا هنا بالريسورس الوكيشن كونسبت اللي حنشوفه اليوم حسمح انه يكون في عندي انا تغير في التوتال ديوريشن تبعت البروجكت. هذا الكونسبت اللي حنشوفه اليوم. الكونسبت الثاني المرتبط بالريسورس مانجمنت هو المقصود فيه الريسورس ليبلينج. وعاده بعد ما انا اعمل عمليه الوكيشن للريسورسز، انا ممكن اشوف سيت الريسورسز جايه معايا بشكل كالتالي، انه في ايام في بيكون عندي عدد كبير من الريسورسز زي ما هو ظاهر هان، وايام عدد قليل جدا. هذا بيعني وحنشوف مشاكله انه في فترات انا بدي اعمل هايرنج لريسورس كثير، وبعدين اضطر اعمل فايرنج لهم او تو اساين ات لاذر بروجكتس اذا كان في عندي اذر بروجكتس. الفكره الان انه انا بدي اتخطى هذه البيك والفاليز اللي عندي هان، واحاول انه اعمل نوع من الليفلنج لتوزيع الريسورسز بحيث انه يكون العدد عندي الى حد ما يونيفورم طوال فتره المشروع. هذا ثيوريتيكلي اللي حنحاول نعمله بالكونسبت تبع الريسورس ليفلنج، ولكن حطيت شرط انه هذا الكلام انا بدي اعمله within same project duration، بدي اثبت الديوريشن تبعت البروجكت واعتبرها هنا fixed. فالليفلنج mainly بده يكون في الفلوتس الموجوده عندي within الفلوتس الموجوده للاكتيفيتيز. هذا الكونسبت الثاني اللي حنشوفه المحاضرة الجاية. الآن تركيزنا اليوم حيكون على الريسورس allocation. خلينا مرة ثانية نرجع ل similar problem زي اللي شفناها بالنتورك. لو أنا في عندي 3 activities A و B و C، وكل activity محدد جواها الديوريشن تبعتها ومعطاة لإيش الريسورسز needed كل يوم. فمثلا اكتيفيتي A الديوريشن تاعتها 7 days،
والresources needed عندي 5M. M هنا أنا مقصود فيها masons أو بنائين، زائد في نفس الوقت مطلوب لهم مساعدين أو عمال 2 helpers 2H. فأنا في نفس الوقت للأكتيفيتي A عندي required resource 5M plus 2H. B أيضا اللي بتبدأ مع A في نفس الوقت محتاجة ل 3M 1H. C اللي بتبدأ في نفس الوقت حسب يعني الـ requirements تاعت البروجكت بدها 3M زائد 1H. هذا needed لكل واحدة، ولكن الـ available resource اللي عندي متوفر 6M plus 2H. الآن within هذا الـ constraint بيصير السؤال، طيب أنا الآن لما بدي أعمل scheduling حسب الـ time schedule فقط without resource constraint، كنا مباشرة نعتبر أنه هذه الـ schedule البسيطة A أكبر activity، فممكن أبدأ الثلاثة بنفس الوقت. الآن واضح لو أنا بدي أبدأ الثلاثة بنفس الوقت معناته بدي في أول يوم 5M زائد 3M زائد 3M بدي 11M. إذا 11M في أول يوم أكبر من الأفيلابل 6M، وبالتالي هان صار في عندي مشكلة. طيب الآن الأوبشنز بتصير، طب في أي أكتيفيتي من هذول أنا أخلي، ومين الأكتيفيتي الثانية اللي خليها تبدأ بعد ما هذا الكونديشن يتحقق، يعني إنه يكون في أي لحظة اللي متوفر عندي 6M أو النيدد 6M يكون أصغر أو تساوي من الأفيلابل 6M. الآن الأوبشنز اللي موجودة أمامي ممكن تكون عديدة، إما أنا بأخر بداية A لبعد B، أو أأخر B بعد ما تخلص A، سوري هي إذا بدي أخلي B تيجي هان بعد A، فهنا لا زال لسه المشكلة عندي موجودة إنه 5M من A حتصير مع 3M من C، لكن واضح إنه لو أنا جيت عملت العكس من أمحي أخرت بداية B، أخرت بداية A بعد نهاية B، لأنه هان صار عندي 3 و 3 6 و 1 و 1 2، فصار في إمكانية أنه أنا بعد كده تسكجول A بعد نهاية B إذا كان فيش constraint على البداية. فإذا عملياً أنا كل مرة بدي أطلع على مين من الأكتيفيتيز اللي أنا ممكن أخرها حتى أعالج الكونفليكت الموجود عندي في المعادلة الرئيسية. هذا الكونسيبت اللي الآن بدي أحاول أشوفه من خلال الريسورس الالوكيشن، بس بطريقة ممنهجة. المقصود بطريقة ممنهجة الآن إنه أنا بدي أستخدم، طبعاً مش حيكون في عندي exact method للالوكيشن لهذه الريسورسز بسبب تعقيد النتوركس، واللي أنا مش ممكن في نفس اللحظة أحقق كل المطلوب لكل الأكتيفيتيز بالكونسترينت الموجود معايا اللي هي الأفيلابيليتي تكون دائماً أكبر من النيدل. عشان هيك كتير صار ريسيرش على هذه الأريا واتبعت يعني اتبع فيها منهجين مختلفين لحل هذه الإشكالية. المنهج الأول كان يسمى الهيوريستيك أبروتش، والثاني الأوبتيمال بروسيجر اللي حناخدها بالفصل الثاني. الهيوريستيك أبروتش مالي هو معتمد على أنه أنا أحاول أعمل نوع من الشورت كات ميثودز، يعني ما حأمشي سيستماتيك بطريقة أطلع إكزاكت سوليوشن، ولكن في عندي حيكون زي نوع من التكنيك اللي لو أنا اتبعته بحاول يقربني من الحل باستخدام عدد كبير معقد من إذا كان عندي عدد كبير معقد من الداتا. هذا التكنيك إذا اتبعتها بتحاول توصلني للسوليوشن اللي يكون مقبول. طبعاً هو لا يمكن يكون إكزاكت، هو مقبول نسبياً. فإذا هنا كلمة هيوريستيك المقصود فيها إنه هذا عبارة عن ميثود تعطيني good enough solutions من خلال البروسيجر اللي حتبعها. الأوبتيمال بروسيجر اللي حنشوفها الفصل الثاني أيضاً بتقربني أكثر
للسوليوشن ممكن يكون أفضل، ولكن في المشاريع المعقدة جدا ممكن يكون في عندي برضو إشكالية، ولكن حنشوفها بحيث إنه كل واحدة في إلها ميزات. في حالات أنا ممكن أستخدم الطرق الهيوريستيك، وفي إمكانية أستخدم الأوبتيمال بروسيجرز برضو بكونديشنز معينة حنتعرض لها في الفصل القادم. الآن عندي ثلاث طرق للهيوريستيك أبروتش: السيريز ميثود والبارالل ميثود حنشوفها اليوم، والبروكس ميثود. الثلاث طرق معتمدة بشكل رئيسي ككونسبت زي ما ذكرت على الهيوريستيك أبروتش. الهيوريستيك أبروتش المقصود فيه هنا إنه أنا يكون في عندي بيسك كرايتيريا وبرايورتي رولز اللي أنا بدي بناء عليها أشوف الطريقة الأفضل إلي اللي أستخدمها في توزيع الريسورسز. يعني مين من الأكتيفيتيز فيما بعد اللي بدي أخرها، ومين اللي بدي أخليها تبدأ قبل الثانية، طبعا مع احترامي لللوجيكال ريليشن شيبس بين الأكتيفيتيز، يعني مش حكسرها إذا كان في لوجيكال ريليشن شيب. ولكن هذه الطريقة الآن بدها تخليني تحط أولا كرايتيريا وثم بعض البرايورتي رولز اللي مين من الأكتيفيتيز اللي تسبق الثانية. جزء من هذه البرايورتي رولز اللي اندرست وانشغل عليها كريسيرش لفترة طويلة، اللي أنا ممكن أعمل allocation للresources للactivity. أنا تو كنت بدي أختار أبدأ في الactivity A وبعدين أخر وراها B و C، أو لا أبدأ بالactivity B و C في نفس الوقت وأخر A. هذا الديسيجن في مين أبدأ بده يكون معتمد على هذه البريوريتيز الموجودة أمامي. الأكتيفيتي اللي إلها الـ earliest start time، هذا بعتبره priority rule، اللي إلها الـ earliest start time هي اللي بدي أبدأ فيها، واللي إلها الـ minimum late start time هي اللي بدي أبدأ فيها، واللي إلها الـ minimum early finish time. طبعاً هنا صار ريسيرش كتير كبير يمكن على أكثر من 19 رول في السلايد الأولى والثانية اللي أنا بحدد فيها كيف آلية اختيار الأكتيفيتي. طبعاً هذا الكلام صعب جداً أطبقه كله في نفس الوقت، عشان هيك صار في أكثر من ريسيرش على أكثر من ميثود إنه لو اعتمدوا مثلاً الطريقة إنه أخذوا الرول البرايورتي رول الأولاني، وفي شافوا انه لو اخذوا كمان رول ثاني اللي له الليست فلوت، واخذوا كمان رول ثالث، وبدوا طبعا كل ما كثرنا عدد الرول كل ما زادت الصعوبه في انا احقق الشروط هذه. فبالتالي كانت العمليه في الاول انه ممكن نجرب على رول واحد بعدين على اثنين ثلاثه لحد ما يصير العمليه مضبوطه، وهذه حنبينها من خلال الكرايتيريا اللي الان حشرحها. ولكن هذه الرول عشان نفهم الان الطرق اللي انا بستخدمها هي اجت نتيجة ريسيرش ومجموعة من الكيس ستاديز اللي بينت افضل نتائج لاختياري من جزء من هذا البرايورتي رولز. طيب اجي للسيريز ميثود، هي احد الطرق اللي اخذت جزء من هذا الرولز. السيريز ميثود حطت كرايتيريا وحطت ايضا بعض البرايورتي رولز. ككرايتيريا السيريز ميثود حكت مين اللي تعتمد على انه انا اعمل سكيدجولينج وورك، يعني اي ويل اساين للاكتيفيتيز الريسورسز اخذا في الاعتبار البالانسينج النيد وذ افيلابيلتي اوف ريسورسز ات ا جيفن تايم. بالانسينج النيد تعني انا ايش بدي ريسورسز في هذه اللحظه، وهل هذا الشيء متوفر او لا. طبعا الحاله المثاليه اذا مثلا انا الاكتيفيتي او مجموعه الاكتيفيتيز في هذا اليوم نفترض بدها 10 ريسورسز، هاي النيدد 10 والافيلبل 10، هنا ما في عندي مشكله، صار في بالانس بين النيد وبين الافيلبل. المشكله بتبدا اذا كان النيدد 10 ولكن الافيلبل ريسورسز اللي عندي 8 في هذا اليوم. هنا كيف بدي اعمل بالانس بينهم؟ ما في امكانيه لانه الافيلبل فقط 8،
إذن هنا بصير عملية إنه أنا مين بدي أعطي أولوية لأي activity، أعطيها resources بناء على the priority rules اللي تو تحدثت عنها. فهي الإشكالية. طبعا إذا كان needed أقل من available أنا ما في عندي مشكلة، فهذه ما بن يعني بأخذها بالاعتبار. لكن في هنا نقطة بدنا ننتبه لها، هذا لا يعني إنه أنا أوفر عدد كتير كبير من resources عشان دائما أحل المشكلة اللي بسميها اوفر الوكيشن، انه نيدد لازم تكون دائما افيلبل، لانه هذا بينعكس على الكوست تبع المشروع. بصير عمليا الديلي كوست تبع الريسورسز عالي جدا فقط عشان انا اوفر هذا الكونديشن بشكل مش افيشنت او ليست كوست سكجولينج، وهذا حنشوفه ليتر، فهذا حنرجع نتحدث عنها كمان مره. الكريتيريا اللي بتذكرها طريقة السيريز ميثود إنه resources are allocated to activities one activity at a time from start to finish. يعني بمعنى إذا أنا عندي الاكتيفيتي مثلا A خمس أيام، هذا الاكتيفيتي A وبدها في كل يوم كريسورس مثلا خمسة workers، معناته كل يوم بدها خمسة 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 خمسة، فلازم أعطيها أنا للخمس أيام مباشرة. لا يجوز أن أنا أقطع الأكتيفيتي A، أعطيها أول يومين بعدين أتركها أعاود أرجع بعد ثلاثة أربعة أيام أعطيها كمان مرة تانية. فإذن الريسورسز are allocated one activity at a time from start to finish، ومش مسموح لي أعمل إلها حاجة بسميها splitting. فهذه النقطة اللي مهم جدا أخذها في الاعتبار في السيريز ميثود. البارالل حتكون لا في المرونه هذه ان انا اعمل ما يعرف بالانتربشن او سبليتنج للاكتيفيتيز. الان الرولز للسيريز ميثود، سكجول اكتيفيتيز تو ستارت از سون از ذير بريديسيسرز هاف بين كومبليتد. يعني وانس انه الاكتيفيتي خلصت مين وراها على طول، اذا كان واحده او تنتين وإلهم الـ early start بيساوي الـ early finish للـ predecessor activity، على طول هدول لازم يبدوا وببدأ أعملهم assignment للـ resources، ما بأخر فيهم. إذا schedule activities to start as soon as their predecessors have been completed، هذا شرط كتير مهم. الآن if two activities، وهذا حورجيه عدد مثال، if two activities are scheduled concurrently، يعني نفس الوقت بدهم يبدوا هاي اكتيفيتي واكتيفيتي الثانيه، مثلا هاي اكتيفيتي بي وهي سي، اجت بعد التنتين اجوا بعد الاكتيفيتي اي، مين ابدا منهم؟ هدول بسميهم كونكرنتلي. اذا ما في عندي ريسورس كافي، في عندي ليميتد ريسورسز، يعني بمعنى النيدد اكبر من الافيلبل، معناته بدي ابدا في واحده واخر الثانيه. الآن البرايوريتي لمين اللي أبداها؟ هنا الرول تبع السيريز ميثود اعتمد على الأربع برايوريتي رولز التالية. الأكتيفيتي اللي إلها المينيمم ليت ستارت تايم هي اللي بتبدأ، عشان هيك بدي أحسب النتورك وأطلع مين الأكتيفيتي اللي إلها المينيمم ليت ستارت تايم وهي اللي ببدأ فيها. افترض إنه التنتين تساو إلهم نفس المينيمم ستارت لات مينيمم ليت ستارت تايم، بشوف مين من الاكتيفيتي اللي لها الليست توتال فلوت، عشان هيك لازم برضو احسب الفلوت لكل اكتيفيتي. اللي لها الليست توتال فلوت هي اللي ببدا فيها وباخر الثانيه. اذا تساووا بتطلع على الاكتيفيتي اللي لها اللارجست ريسورس ريكويرمنت. يعني اذا كانت الاكتيفيتي بي بدها 10 مثلا workers وبينما الاكتيفيتي سي بدها خمسه، فببدا بالاكتيفيتي اللي لها اكبر عدد ريسورس. طيب اذا تساووا ال has already started الاكتيفيتي اللي بدت. طب حدا ممكن يحكي لي انا ببدا فيهم في نفس الوقت الان، لا ممكن يكون في عندي condition later حتطلع عليه ايش معناته ال has already started. طبعا من النادر انه بصراحه نصل للحظه انه انا اطبق الاربعه، في معظم الوقت من خبره مع كثير من النتوركس يعني بالكثير الكونديشن الاول والثاني هم اللي بيحكموا عنا عمليه الكونكرنت اكتيفيتيز، اقصاها بتروح للكونديشن الثالث.
كل الأحوال هذا عندنا حنشوفه في مثال. أوكي، إذن الآن خلينا أشوف كيف ممكن أنا أستخدم السيريز ميثود. لو أخذنا النتورك اللي أمامي هذه وأحاول أطبق السيريز ميثود عليها بحيث أعمل عملية allocation للresources بحيث أحقق الشرط الرئيسي اللي عندي إنه دائماً هذا اللي بدي أتأكد منه إنه عندي الresources needed تكون أصغر أو تساوي من الresources available. هذا الشرط اللي بسعى دائماً أحققه. طيب واضح عندي الاكتيفيتي A followed by activity B و C. الاكتيفيتي A بدها 2M plus 1H يعني 2 masons زائد 1 helper. أنا عندي الكونسترينت إنه موجود عندي في كل يوم الأفيلابل 5 masons و 2 helpers. الآن إذا حسبت النتورك بالطريقة الطبيعية بدون ما آخذ بالحسبان موضوع الريسورسز الديوريشن تبعت هذه النتورك أطول ديوريشن لها 17 يوم اللي هي موجودة أمامنا هنا. تمام؟ الآن لو أنا بدي أشوف هذا الإمباكت إيش حيصير عندي نتيجة إدخالي للكونديشن تبع الريسورسز حيصير التالي: الأكتيفيتي B والأكتيفيتي C الإيرلي ستارت تايم تبعهم لأنها بتنتهي مباشرة بعد الأكتيفيتي A هو نفس الإيرلي فينيش لـ A يعني بيبدو بعد يومين. معناته تو اكتيفيتيز هذول اليجيبل انهم يبدوا في نفس الوقت. طبعا هيك بالانسبكشن لو انا طلعت الاكتيفيتي بي بدها 2M 1H واكتيفيتي سي نفس الشيء 2M 1H لو جمعت هذول التو ريسورسز المطلوبين معناته في عندي في هذه الفتره في عندي 4M و 2H والمتوفر عندي في الفترة هذه في نفس الوقت 5M وأيضا 2H فهنا فيش مشكلة عندي. ليش؟ الشرط هذا تحقق إنه needed أصغر من الأفيلابل أو يساوي. طيب بس بدكم تنتبهوا إنه الديوريشن تبعت B عشان نشوف كيف بدها تبدأ تتعقد المسألة الديوريشن تبعت B 4 أيام بينما C يومين. الآن مجرد ما انتهت الأكتيفيتي سي عند إيرلي فينيش 4 هيبدأ وراها مباشرة أكتيفيتي F و G و H صحيح؟ ولسه B لأنه أنا في اليوم الثاني يعني سوري الأكتيفيتي سي تنتهي في اليوم الرابع C لسه ما خلصتش لأنه بتنتهي بعد 6 أيام. فعمليا الان في عندي 3 activities حيبدوا بنفس الوقت وفي عندي already started ها المصطلح هذا كثير مهم already started الاكتيفيتي B والاكتيفيتي B اللي already started لها اولويه تاخذ الريسورسز فبي حاجزه 2M 1H الان حيبدا عندي مسموح لي يبدا F و G و H ونطلع كل واحده ايش بدها F بدها 3M وفي نفس الوقت G بدها 1M وبنفس الوقت H بدها 1M يعني هلا حالهم هذول بدهم 5 وأوريدي B حجزت 2 معناته الأفيلابل عندي والنيدد عندي 7 حيكون أكبر من الأفيلابل وهنا في مشكلة. الأكتيفيتي F وG وH هذول أنا بعتبرهم concurrent activities يعني حيبدأوا بنفس الوقت. طب لمين الأولوية الآن اللي أعطي resource وأأخر فيها الactivities الثانية؟ حرجع للرولز اللي عندي لأنه كل هدول الثلاثة activities concurrent activities بدي أشوف مين الactivity اللي إلها minimum late start time عشان كده أنا حسبت الباكورد path وطلعت المينيمم ليت ستارت تايم واضح عندي للاكتيفيتي جي المينيمم ليت ستارت تايم اللي هو هذه انا بدي اعتمدها واخذها. طيب لو انا بدي ابدا بالاكتيفيتي جي واخر اف واتش وين في عندي مشكله؟ انه اوريدي بي
بادية بدها 2 ام و1 اتش. الآن لو انا بديت جي، جي بدها 1 ام و2 اتش. ال1 ام مع 2 ام 3 ام اوكي متوفر، لكن المشكلة عندي 1 اتش لبي و2 اتش لجي، صار 3 اتش. ال3 اتش اكبر من الافيلبل 2 اتش، وهنا فيش إمكانية لأنه أنا لازم أحقق الشرطين تبع الريسورسز، الأم والأتش في نفس الوقت، مش ممكن تزبط مع أم والثانية لو ما زبطتش أمشي. إذن هنا صار في عندي كمان وضع جديد، أنه لا أستطيع أنه أبدأ بالأكتيفيتي جي، فبتركها وبروح للأكتيفيتي أف أو أتش وبتطلع على الكونديشن. مين اللي له مينيمم ليت ستارت تايم 11 أصغر من 12 هي اللي بأخذها وبستمر. هذا البروسيس اللي أنا حاولت أشوفها، طبعاً لما تكون النتورك عندي كبيرة بصير صعب أعملها بالطريقة اللي أنا بشتغلها مانيوال، فحلجأ لتابلز معينة حتورجيني البروسيجر بشكل سيستماتيك. بس قبل خلينا نشوف الإشكالية إحنا عنا عشان نعرف من البداية إذا فعلاً حتواجهنا مشكلة بتوزيع الريسورسز ولا لا لهذه النتورك. أنا إجيت أدخلت هذا النتورك على الأمس بروجيكت وأدخلت الريسورسز المطلوبة لكل أكتيفيتي ورسمت ما يعرف بالريسورس هيستوغرام. الريسورس هيستوغرام بورجيني عند كل يوم، هاي اليوم الأول الثاني، اليوم أول ثاني الثالث، كل يوم إيش مطلوب من الريسورسز. فمثلاً اليوم الأولاني مطلوب عندي 2 أم، هنا نحطط بالنسبة 200%، مش مشكلة. اليوم اللي بعده بدها الإجمالي اللي جاي من الأكتيفيتي B و C 400 أو 4 أم، وهكذا في كل الأيام اللاحقة. أنا واضح عندي الـ Available أم 5 فقط أو 500، فكل الأيام اللي فيها العدد فوق الخمسة هذا بالنسبة اللي بسميه over allocated resource، حيكون في عندي مشكلة بدي أعالجها. وبالتالي كل الأكتيفيتيز اللي الآن added resource لهذه الفترة هنا في الوقت هذا والوقت هذا وفي الفترة هذه، كل هذه الأكتيفيتيز اللي involved في الفترات هذه هحاول الآن أعالجها في السيريز ميثود اللي أحل المشكلة الموجودة عندي وأخلي كل هذه الأديشنال ريسورسز تنتقل لمرحلة لاحقة، وبالتالي هذا ممكن يمد فترة المشروع معايا عشان أعمل حل للأوفر ألوكيشن. هذا اللي أنا بدي أشوفه الآن في طريقة السيريز ميثود بشكل سيستماتيك. طبعا نفس الشيء بالنسبة للأتش ريسورس، رسمت الهيستوغرام ووضحت وين عندي المشكلة بالأوفر ألوكيشن للريسورس اللي أكثر من العدد 2 أو 200%، لأنه البرنامج بيستخدم الـ 2 options، ممكن تستخدم عدد أو نسبة، الواحد يمثل 100%، وهذه حنعالجها لما نيجي للبرنامج نشرح إيش أهمية استخدم أنا هذه النسبة. أوكي، إذن الآن السيريز السيريز ميثود إذا بدي أمر عليها بشكل تفصيلي، حنستخدم التابل اللي موجود أمامي والبيانات اللي فيه بدي أستنبطها من النتورك. بعمل ليستنج للأكتيفيتيز اللي عندي وبأشوف إيش الريسورسز المطلوبة لكل أكتيفيتي وبكتبها في هذا التابل، والديوريشن بأخذها من النتورك، والتوتال فلوت لكل اكتيفيتي بناء على الحساب اللي انا عملته من النتورك بعمله ليستنج هنا، والليت ستارت لانه هو الكرايتيريا عندي اللي هستخدمها ايضا لكل اكتيفيتي بحطها. طبعا انا عندي المين تو برايورتي رولز اللي هي المينيمم ليت ستارت تايم، وايضا اللي له الليست فلوت توتال فلوت. فيما بعد الكرايتيريا اللي بعدها اللي عنده largest resource number، والرابعة اللي has already started. والآن أنا حبدأ أشتغل على هذا التابل step by step
اللي توصلني في النهاية إن أنا أحل كل مشكلة في الأوفر ألوكيشن كالتالي. هاي أنا حطيت بس النتورك عشان توضح العملية عندي وتصير الحسابات بشكل أبسط. الآن نتطلع زي ما أنا توي مشيت معاكم بشكل تفصيلي. أول أكتيفيتي الريسورسز المطلوبة إلها 2M زائد 1H. إذا كان في عندي مشكلة في أول أكتيفيتي، بمعنى إذا كان الريسورس النيدد أكبر من الأفيلابل من أول أكتيفيتي، هنا حيكون في عندي مشكلة كبيرة وما حستطيع أبدأ النتورك أو أعمل الريسورس ألوكيشن. طيب أنا ببدأ الآن بالتابل تبعي الأكتيفيتي A، لأنه ما في أي حدا يسبقها، فبعمل إلها assignment للريسورسز أو allocation. تحتاج لاثنين أم واحد أتش، هاي أعطيتها كخطوة أولى في اليوم الأول 2M/1H، يعني هذا الريسورس اللي نيدد عندها أعطيتها إياها، ومدة الأكتيفيتي A عندي 1 day فعبيتها في الخانة فقط تبعت ال 1 day. الآن مباشرة بعد A بتبدأ B وC، فهي واضحة عندي من النتورك هاي B وC. فإذا الآن eligible إنه عندي يبدأ، بعلمهم في الستيب الثاني هاي B وC، هدول جاهزين يبدأوا. طيب بتطلع على الريسورسز اللي إلهم 2M و1H و2M و1H. إذا كانوا هدول مجموعهم بحققوا الكونديشن اللي تحت انه النيدد اقل من الافيلابل، بعمل سكجولينج للتنتين مع بعض. وهان واضح عندي انه بي وسي لو انا اعطيتهم الريسورسز نيدد لكل وحده، في كل يوم بي بدها 2M و1H وسي بدها 2M و1H، بمعنى الاجمالي تبعهم 4 و2. هذا ال 4 و2 هو اصغر من الافيلابل، الافيلابل عندي 5 و2، فبالتالي الأربعة واثنين حتكون أقل من الأفيلابل، ففيش مشكلة عندي بهذه الفترة. وبستمر طبعاً الأكتيفيتي اللي بدأت بعطيها كل الريسورسز اللي إلها، فأنا أعطيتها هذه 2-1-2-1-2-1 الأكتيفيتي دي. زي ما تو ذكرت حسب النتورك بعد يومين اللي فترة الديوريشن تاعت أكتيفيتي سي، هنا لما انتهت سي مباشرة إجا بعديها F و G و H. فإذن الآن طبعاً already be بادية، فإذن في الفترة هذه أنا عند اللحظة اللي هنا أنا already be مستمرة، ولكن الآن في عندي إمكانية أنا أبدأ الأكتيفيتي F و G و H، هدول eligible إنهم يصير لهم allocation للresources. الآن السؤال لمين أعطي الريسورس في البداية؟ أولاً الكريتيريا بتحكي كانت للي إلهم مينيمم ليت ستارت تايم، اللي إلها مينيمم ليت ستارت تايم إذا أنا قارنت العشرة مع الـ11 مع الـ12 حتكون الأكتيفيتي جي. طيب الأكتيفيتي جي إيش بدها ريسورسز؟ 1M و2H. إذا لو أنا حطيت الأكتيفيتي جي الآن في هذا اليوم هنا وأعطيتها 1/2، طبعاً أوريدي عندي بي 2 و1، فيش مشكلة 3، ولكن عندي اتش 1 وهنا 2 بصير العدد 3، فإذا هنا في عندي كونفليكت. إذا لا أستطيع أنه أنا أبدأ بالأكتيفيتي جي، هنا بدي أضطر أأخرها. فإذا الأكتيفيتي جي تؤخر، وبدي اطلع على الاكتيفيتيز الثانيه F و H. طيب مين من هدول التو اكتيفيتيز F و H لها مينيمم ليت ستارت تايم؟ بطلع على المينيمم ليت ستارت تايم كاول برايورتي رول. الاكتيفيتي F اقل من ال 11 اقل من 12، اذا هي اللي ببدا اعطي لها assignment للريسورس. وفعلا بأعطي H الآن الريسورس 3 و0، 3M و0H للثلاث أيام لديوريشن تبعتهم. طيب عمل سكجولينج للثلاث أيام. إذا هاي F صار لها سكجولينج الآن. طيب
هل في امكانيه في نفس الوقت ابدا اتش كمان اذا متوفر عندي الريسورس بجمع عندي 2 ام و3 5 والاتش 1 و0 1 اذا انا اعطيت عملت سكجولينج في نفس الوقت الان لاتش هنا او هان مطلوب 1 ام و1 اتش المشكله وين حتكون عندي في ام لانه حيصير 6 اذا لا استطيع انه انا ابدا الان اتش هنا معناته بدي اخر اتش ولكن هي صارت اوريدي وارد انها بتستنى يعني اتش وجي الان جاهزين انهم يصير لهم allocation ولكن نتيجه انه فيش available resource حاخر بدايتهم طيب بعد اليوم الخامس في الفتره هذه مين خلص الاكتيفيتي بي لما انتهت الاكتيفيتي بي بيجي مباشرة وراها الاكتيفيتي دي و اي الان اذا اصبح الاكتيفيتي دي و اي eligible انهم يبدوا واوريدي انا مين في عندي بستنوا جي و اتش اذا هاي دي وهي اي طبعا اف خلصتها بي خلصتها واي خلصتها وهي سي خلصتها عشان ما يصيرش عندي ازدحام إذا اللي الآن جاهزين يبدوا دي وإي وجي وإتش مرة ثانية بدي أطبق الرول البرايورتي رولز اللي عندي فعند مباشرة بعد نهاية الأكتيفيتي بي مين اللي لها المينيمم ليت ستارت تايم هذا المين كرايتيريا 6 7 10 12 واضح إنه عندي الأكتيفيتي إي اللي هي إيش إلها مينيمم late start time طب خليني أعطي الآن في هذا اليوم 3M و 0H فلو بدي أعطي E الآن في هذا النقطة هنا 3 و 0 هنا حيكون في عندي مشكلة بأنه إذا حطيت هنا 3M إذا حطيت 3M وأوريدي في عندي 3 هنا بالاكتيفيتي اف اللي أوريدي بدات بصير 6 اذا الستة حتكون اكبر من الافيلبل 5 ام وهنا غير مسموح فيه اذا لا استطيع ابدا في الاكتيفيتي اي رغم انه لها مينيمم ليت ستارت تايم فمين بدي اشوف اللي بعدهم فانا عندي دي واي وجي واتش مين اقل ليت ستارت تايم الان النكست هي الاكتيفيتي دي فهل انا الان بعطي الاكتيفيتي دي زي ما شفت هنا على اساس انه بدها 1 ام و0 اتش وانا اوريدي عندي هنا 3 و0 فصار 4 ام و0 اتش مين بيجي كمان ممكن يكون اليجيبل يبدا جي و اتش هل بستطيع اعطيهم مين اللي له المينيمم ليت ستارت تايم اولا جي هل بستطيع اعطيها 1 ام و2 اتش لو جربت هي 1 و2 ممكن لانه 1 و3 و2 5 ام و2 اتش اذا 5 و2 هذا افيلبل اوكي اذا دخلت جي على الخط تمام تستمر العمليه الان خلصت عند التاريخ هذا خلصت دي بتطلع على دي لما خلصت دي مين وراها اليجيبل يبدا الاكتيفيتي جي فاذا جي حتدخل على الخط الان ومين كمان عندي انتهى بعد دي الاكتيفيتي اف هاي الاكتيفيتي اف خلصت بدي يبدا وراها الاكتيفيتي ال بس هلا لا استطيع انه اخلي اكتيفيتي ال اليجيبل ان اعطيها ريسورس لانه الكونديشن بيحكي انه ال معتمدة على جي فينيش تو ستارت ومعتمدة على اتش فينيش تو ستارت اذا لا استطيع انه انا ادخل الان الاكتيفيتي ال من ضمن الكومبيتيشن بين الاذر اكتيفيتيز فاذا فقط الان الاليجيبل انهم يبدوا دي دي طبعا خلصت اللي وراها بتصير جي اللي عندي جاهزه والاكتيفيتي اي اللي من الاول بتستنى فهي الاكتيفيتي اي وجي مين اللي عندها مينيمم ليت ستارت تايم لو انا بدي اختار الان ما بين الاكتيفيتي اي وجي
اللي لها مينيمم ليت ستارت تايم 6 او 8. فبالتالي الاليجيبيليتي للاكتيفيتي اي، فبعطي اولا الاكتيفيتي اي الريسورسز النيدد 3 و0. ففي امكانيه اعطي بنفس الوقت جي؟ لا، لانه جي بدها 2 و2 وهذا مش موجود، فباخر الان الاكتيفيتي جي. برجع مره ثانيه طبعا، لما الان انا صرت موصل لعند الفتره هذه، بطلع كل اكتيفيتي لما بتنتهي مين بيجي وراها. لما خلصت الاكتيفيتي جي تمام واف، الان انا وارد ابدا الاكتيفيتي اتش، فصارت الاتش هي اوريدي اليجيبل تبدا من البدايه، وعندي جي اليجيبل تبدا، فبقارن. ومين كمان خلص بعد الاكتيفيتي اي؟ طبعا لسه الاكتيفيتي اي مستمره عندي، فاذا عندي الان بدي اطلع على الاكتيفيتي جي والاكتيفيتي اتش، اقارن بينهم هي جي واتش، مين اللي له مينيمم ليت ستارت تايم؟ الاكتيفيتي جي. فاذا الان انا بدي ابدا بالاكتيفيتي جي، هي اللي بعطيها الاولويه مباشره في الفتره هذه، بدها 2 و2. وهنا بكمل، بتاخذ طبعا هذا الديوريشن تبعتها ل 2 دايز، فبتاخذ المربع هذا والمربع، وهكذا بتستمر العمليه مع كل اكتيفيتي. فبالتالي انا هان لازم تكون امامي النتورك اشتغل عليها عشان اطلع على ريليشن شيبس، ما يصيرش في لها فيوليشن. وفي نفس الوقت انا عندي الكرايتيريا موجوده بالليت ستارت والتوتال فلود. طبعا حتى الان انا ما لجأتش للكرايتيريا الثانيه التوتال فلود طوال الوقت اللي حكمني المينيمم ليت ستارت للاكتيفيتيز حتى يتم اختيارها. وهيك لو انا استمريت بالعمليه حصل لنهايه النتورك، بكون وزعت فيها كل الريسورسز. ولكن الملاحظ عندي انه مده المشروع الان ايش صارت؟ كانت في النتورك 17 يوم، هنا الان توتال الديوريشن صار 20 يوم. اخر يوم عملت فيه اساينمنت كانت هنا، فاذا مدت المده عندي 3 ايام اضافيه. ولكن الشغله الايجابيه اللي صار انه ولا في يوم في عندي النيدد ريسورسز زاد عن 5، يعني 5 او اقل. نفس الشيء بالنسبه للهيلبر 2 او اقل. فبالتالي انا هنا حققت الشرط انه الار نيدد دائما تكون اصغر من الار افيلبل في هذا الهيستوغرام اللي انا مورجيكم اياه. طبعا هذا تجميعي لكل يوم، يعني هان عباره عن مجموع في بي وسي، وبالتالي انا هنا حصلت الهيستوغرام اللي واضح امامي. حليت انا مشكله الكونسترينت الموجود عندي في هذا الريسورسز. اوكي، هاي طريقه السيريز ميثود اللي من خلالها بعمل الوكيشن للريسورس، وفيش constraint على the duration تبعت the project، يعني the duration is not fixed. وهنا أنا طبعا كسرت قواعد مهمة وحنحكي فيها بشكل يمكن في نهاية المحاضرة، بفقداني للفلوت والمرونة اللي كانت موجودة عندي، أو الفلكسبيليتي اللي مبنية كان في هذا الجدول. أوكي، الطريقة الثانية اللي حنشوفها الآن للريسورس الوكيشن تعرف بالبارالل ميثود. هي شبيهه كثير بالسيريز ميثود مع اختلاف واحد. الكونسبت العام للبارالل ميثود نفسها هاو تو الوكيت ريسورسز باي بالانسينج النيد وذ افيلابيلتي اوف ريسورس ات ا جيفن تايم. يعني لازم احقق الشرط انا طوال الفتره انه دائما الار needed تكون أصغر أو تساوي من الـ R available. هاي المقصود بالشرط الأولاني زي الـ series method. لكن كنا بالـ series method إن الـ resources are allocated to activities. Once the activity started بتضل تاخد كل الـ resources. الآن بالـ parallel method resources are allocated to activities one day at a time. يعني أنا هان حصير أطلع على يوم بيوم وأقرر مين من هذه الأكتيفيتيز اللي أعطيها الريسورس. هذا بتطلب الآن أعمل عملية
splitting للاكتيفيتيز، يعني بمعنى انا ممكن اكتيفيتي بديتها اليوم، جيت في يوم اللي بعده وجدت انه الكونديشن لا ينطبق عليها، مسموح لي انا اخرها، اعملها interruption او splitting. فالparallel method هنا allows الactivities to be delayed or interrupted، بينما السيريز مش مسموح انه الactivity once started انه يصير في لها اي delay. Once started بعطيها كل الactivities لكل الايام. هاي الفرق الوحيد اللي بين الparallel method والسيريز method، انه في عندي امكانية للdelay او الinterruption، وبالتالي نظرتي انا للallocation resources حتكون مش لما تنتهي الاكتيفيتي اشوف مين الاليجيبل يبدا وراها، لا انا بطلع على يوم يوم مين من هذه الاكتيفيتيز اللي انا ممكن اعمل لها ريسورس اساينمنت. طبعا حنعمل نفس التيبل اللي استخدمته بالسيريز ميثود، نفس الداتا بحطها، ولكن طريقه الحساب الان هي اللي فقط حتختلف معايا. طبعا اول اكتيفيتي الاكتيفيتي A ما في مشكلة دائما فيها، اللي أنا بطلع عليها في الدي الأول الريسورسز المطلوبة للاكتيفيتي A 2M و1 H، وهذا بالنسبة إلى الريسورس متوفر تمام. فبالتالي بعمل لها assignment 2 و1 في أول يوم. أنا حكيت في البارالل ميثود بعمل assignment أو allocation للريسورسز day by day. الآن بنتقل، خلصت اليوم الأول بروح لليوم الثاني. اليوم الثاني بتطلع مين من الأكتيفيتيز الآن إليجيبل إنها تبدأ. بالنسبة إلي بعد الـ A مباشرة صار فيه الأكتيفيتي B و C زي ما شفنا توي. فإذا الأكتيفيتي B و C هدول إليجيبل يبدو في هذا اليوم الثاني، طالما الريسورس اللي عندهم زي ما توي شفنا 2M و2M 4M و2H أصغر من هاي النيدد، أصغر من الأفيلابل، فبعطي في اليوم الثاني B و C الريسورسز نيدد لكل واحدة منهم. باجي على اليوم الثالث، لحظة أنا بشتغل اليوم هنا ما عطيتش B كل الريسورس اللي بدها إياه للخمس أيام، لا اضطريت إيش أمشي يوم بيوم. هاي الفرق بين السيريز والبارل. باجي على اليوم الثالث، الآن مين إليجيبل إنه يبدأ؟ لا زال الديوريشن تبعت الأكتيفيتي بي 4 أيام وسي يومين. إذا عمليا أنا حضطر أعطيها الأكتيفيتيز هذه نفس الريسورسز المطلوبة في اليوم الثالث. الآن اليوم الرابع، لما أجي على اليوم الرابع أكتيفيتي سي خلصت. إذا الآن مين إليجيبل يبدأ؟ اف وجي واتش زي ما شفنا في السيريز. فإذا أنا كمان الآن هدول بدي أطلع على F والG والH بدهم يكونوا competitor مع الأكتيفيتي B، يتنافسوا على الريسورسز. بطل إنه الأكتيفيتي B زي السيريز ميثود أخذت الريسورس معناته حتستمر فيه للآخر. الآن أنا حقارن الأربعة الB والF والG والH، مين اللي إلها minimum في اليوم الرابع؟ ها أنا بشتغل على اليوم الرابع، مين إلها minimum late start time؟ أول واحدة الاكتيفيتي بي 2، اف 11، جي 10، اتش 12. فانا بعطي اول اكتيفيتي بي، وهنا اجيت اطلعت هاي بي اعطيتها 2 و1، بيجي وراها مباشره الاكتيفيتي جي اللي لها مينيمم ليت ستارت تايم. بس لو انا اعطيت الاكتيفيتي جي مره ثانيه عندي مشكله في اتش، لانه بي اول واحده اخذت 2 و1. لو أنا بدي أعطي جي 2H و1H بصير 3H، إذا لا أستطيع أنا أعطي الأكتيفيتي جي بأخرها. فمين اللي تيجي وراها في المينيمم ليت ستارت تايم؟ أكتيفيتي F أقل من H، 11 أقل من 12. إذا أنا بعطي F لهذا اليوم بس 3 و0. إذا في هذا اليوم أخذت B و F. اليوم اللي بعده اليوم الخامس ايضا بتطلع على نفس الكرايتيريا، مين اليجيبل ياخذه؟ مره ثانيه بي و اف لانه مدتها 3 ايام، وجي واتش. اعطى لمين فيهم؟ بتطلع على المينيمم ليت ستارت تايم، كمان مره لا زالت بي هي الها المينيمم ليت ستارت تايم، واف اصغر من اتش، وجي لا استطيع اعطيها.
هنا بكمل الخطوة اللي بعدها خلصت B. مين بيجي بعد B؟ D و E. إذن D و E بدي أدخلهم كمان على الكمبيتيشن للريسورس. ومين في نفس الوقت لسه F مستمرة، لكن الآن ما بعطيها زي السيريز ميثود أولوية أنها تبدأ أيضا ترجع تعمل كومبيتيشن مرة تانية معاهم. إذن الآن الإليجيبل إنهم كلهم to compete for a resource حيكون الدي والإي والإف والجي والإتش مع بعض. بتطلع مين اللي له مينيمم ليت ستارت تايم من هدول كلهم، سبعة أو ستة أو عشرة أو 11 أو 12. واضح عندي أول واحدة إي، هاي مينيمم ليت ستارت تايم بعطيها ثلاثة وزيرو. بيجي وراها دي، المينيمم ليت ستارت تايم بتاخد واحد وزيرو. وإذا طلعت عندي هنا واحد أم وثلاثة أم، هاي أربعة أم وزيرو أتش، في إمكانية أعطي الآن جي لأنها واحد أم وأربعة خمسة وزيرو أتش وزيرو أتش مع اثنين أتش بصير خمسة. فبالتالي في إمكانية في اليوم هذا السادس أعطي جي. طب أنا مين هنا عملت سكيبينج إلها أف رغم أن أنا كنت بديها، بس أف ما أعطيتها لأنه كان أولى أعطي جي اللي إلها مينيمم ليت ستارت تايم، ودي وإي اللي إلهم مينيمم ليت ستارت تايم. هنا عملت انتربشن لأف فحيصير لها ديلي رغم أنه مدتها ثلاثة أيام، فأنا اشتغلت يومين ووقفت. الآن باجي على اليوم السابع، مين عند الاكتيفيتيز اللي لازم يصير لها كومبيتيشن؟ طبعا دي يوم، فهذه خلصت فيش مشكله. اي اربع ايام، هي واحده وهي لها المينيمم ليت ستارت تايم فحتاخذ هان. ومين بيجي وراها كمان؟ جي لا زال حتاخذ هان. بتطلع اذا هذا بتغطى صحيح موجود أربعة واثنين. هل بستطيع اعطي حد ثاني؟ اف لا فيش إمكانية تأخذ. أنا ثلاثة أم أتش واحد واحد أم واحد أتش في إمكانية، وإذن بالتالي بعطي أتش الآن. فإذن أنا بتطلع هنا على يوم بيوم سوري قبل في قبل أتش في عندي جي المينيمم ليت ستارت تايم تبع ثمانية، فأنا أعطيت إي وأعطيت جي لأن جي لأنه هي انتهت على طول بعد دي اللي خلصت عندنا بعد وان دي هان، فصارت جي داخل الكومبيتيشن وإلها المينيمم ليت ستارت تايم فأخذت هي و إي، فصار عندي أنا خمسة واثنين أتش في اليوم السابع. ما بستطيع أعطي أي حد تاني، وبالتالي هنا كمان صار في عندي انتربشن للأكتيفيتي جي. هاي ظهر عندي الآي آي للانتربشن وبستمر بالعملية. باجي لليوم الثامن وهكذا بمشي يوم الثامن زي ما أنا شايفه عندي أمامي. اضطريت أعطي إي وفي نفس الوقت أكمل مع جي وأعمل في انتربشن للأكتيفيتي أف والأكتيفيتي جي. رحت لليوم التاسع أعطيت الأكتيفيتي إي لأنه إلها المينيمم ليت ستارت تايم، خلصت جي عندي أعطيت الأكتيفيتي جي لأنه إلها المينيمم ليت ستارت تايم الآن، وما استطعتش أعطي أف أخرتها كمان يوم. إذن هاي البارالل ميثود اللي إحنا تحدثنا عنها وبتسمح لي أنا أعمل ديلي للأكتيفيتيز. فواضح الأكتيفيتي أف صار في إلها هذه الفترة من الديلي عشان أكملها، وهان الأكتيفيتي جي صار إلها سبليتنج في أكثر من مكان. النتيجة المحصلة إنه أنا حصلت على نتورك مدتها 20 يوم تقريبا زي السيريز، مش بالضرورة يطلعوا زي بعض. والشرط الأهم إنه الـ available resources، شرط الـ needed resources اتحقق بإنه في كل لحظة، يعني أكتبها الـ M needed كانت أصغر أو تساوي الـ M available، والـ H needed أصغر أو تساوي الـ H available أيضا بكل يوم أنا عملت فيه scheduling للresources. هيك أنا حققت في هذا الشرط إنه ما في عندي over allocation للresource، ولكن على حساب مدة المشروع. مدة المشروع زادت من 17 إلى 20. هاي الresource allocation methods ممكن يكون بس أحد
العيوب تبعها انه مده المشروع بتزيد. طبعا بدنا ناخذ في الاعتبار فيما بعد نقاط حنحكي عنها ليتر، انه هل انا بستطيع اتحمل تكلفه زياده المشروع او لا، انا كان ممكن اجيب ريسورسز اضافيه، يعني بدل ما يكون الافيلبل عندي 5 اذا كان less cost اني اجيب ريسورس اضافي ارفعه ل 7 في هذه الايام واتخطى الثلاث ايام اللي يكون فيهم تاخير وفي بنالتي فيهم. اوكي، اذا هاي الان البارالل ميثود شفناها وما اختلفت كثير عن السيريز ميثود الا فقط في قضيه الانتربشن، ولكن كبروسيجر اللي اتبعتها انا نفس التيبل نفس الرولز اللي موجوده عندي بالسيريز ميثود. طبعا واضح كان لازم كل لحظه انا ارجع للنتورك في البارالل ميثود زي السيريز حتى اطلع على اللوجيكال ريليشن شيبس واجيب بعض الداتا منها، اللي مين من الاكتيفيتيز لوجيكلي حتبدا بعد ما انتهت اللي قبلها. طب الطريقه الثالثه للبروكس ميثود هي شبيهه جدا بالسيريز ميثود ولكن مع موديفيكيشن بسيط، بانه انا حاستغني الان عن النتورك وحتكون كل الداتا موجوده امامي في تيبل واحد، ولكن بدل الكرايتيريا او البرايوريتي رول تبع المينيمم ليت ستارت تايم حنعتمد شيء اسمه الاكتيم فاليو. الاكتيم فاليو هي هذه عباره عن فاليو انا بحصل عليها ايضا بيست على الليت ستارت تايم، تحسب من لكل اكتيفيتي على حده باجي بتطلع على الاكتيفيتي ايش الليت ستارت تايم الها وبطرحه من البروجكت ديوريشن التوتال بروجكت ديوريشن. يعني اكتيفيتي مثلا كان الليت ستارت تايم تبعها 8 والبروجكت توتال ديوريشن كان 15، معناته الاكتيف فاليو تاعتها بتكون 7 وهكذا، وبرتب هذا الاكتيفيتي بيست على هذه القيمه اللي حشوف كيف انا الان ممكن اعملها بشكل سيستماتيك. لكن الرول الثاني انه الريسورسز ار الوكيتد تو اكتيفيتيز وان اكتيفيتي ات ا تايم فروم ستارت تو فينيش، اللي هي نفس الكونديشن تبع سيريز ميثود، انه انا وانس الاكتيفيتي ستارتد بعطيها الريسورسز النيدد الها ما في انتربشن الها. هذا الشرط تبع السيريز ميثود. اوكي، الان التيبل اللي بدي استخدمه للبروكس ميثود معتمد في البداية على أنه أنا أشتغل على النتورك، أحسب النتورك كلها، أطلع كل الليت ستارت والفلوتس وكل النيدد داتا اللي لازماني، ولكن أنا حنقل كل هذه الداتا في الجدول اللي أمامي كالتالي. هاي الأكتيفيتي بأظهرهم وبرتب هدول الأكتيفيتيز بيست على الأكتيف فاليو اللي تو ذكرتها. الاكتيف فاليو لو بدي احسبها لكل اكتيفيتي، مثلا اكتيفيتي A هي عباره عن الكومبليشن ديت للمشروع، وبالنسبه لي كان عباره عن 17 يوم ماينس الليت ستارت تايم تبع الاكتيفيتي A. الاكتيفيتي A ايش الليت ستارت تايم تبعتها؟ 1. 17 ناقص 1 إذا الأكتيف فاليو 16، هي 16. الآن للأكتيفيتي مثلا دي لو بدي أحسب لها الأكتيف فاليو، هي عندي 17 ماينس الليت ستارت تايم ناقص 7 10. فإذا أنا بحسب لكل الأكتيفيتيز إيش الأكتيف فاليو وبرتب الأكتيفيتيز بيست على الهاير نمبر أوف أكتيف فاليو. مين اللي له اعلى اكتيف فاليو هي بتكون الاكتيفيتي اللي بحطها بالترتيب في الاول، فعندي A, B, E, D بدل C الى اخره. طبعا لاحظوا الاكتيف فاليو هي نفسها مرتبطه بالليت ستارت تايم، فهي نفس الكرايتيريا تبعت السيريز، يعني اللي له مينيمم ليت ستارت تايم هي نفسها اللي لها الماكسيمم اكتيف فاليو، لاني انا طرحتها من كونستانت اللي هو نهايه المشروع، فما في تعارض بين الطريقتين. طيب بكمل الجدول الثاني، اجيت اطلعت على كل اكتيفيتي وعبيت البيانات الخاصه فيها بعد ما حسبت الاكتيف فاليو، دخلت الديوريشن وهذه موجوده معايا من النتورك،
ايضا شفت preceded by كل activity بحط preceded by مين الاكتيفيتي اول اكتيفيتي ففيش حدا preceded by activity b preceded by a الاكتيفيتي e by b والاكتيفيتي d هيها preceded by b وبعبي الجدول هذا هاي الاكتيفيتي k مثلا preceded by e و j بحطهم وبكمل الجدول لان الام نيدد لكل اكتيفيتي ايضا بحطها لو كان عندي 2 3 بدي ام و h و l الى اخره ايضا بضيفهم هي a بدها 2 ام و h بدها 1 فبحطها في الخانه تاعت ام و h هذول النيدد ريسورسز لهذه الاكتيفيتي الاكتيفيتي a وزيها بكمل لباقي الاكتيفيتيز الان في عندي الستارت تايم والفينش تايم لكل اكتيفيتي طبعا لاول اكتيفيتي انا هنا هذه معلومه بتكون موجوده عندي اول اكتيفيتي انا بديت من دي 1 طبعا ممكن ابدا زيرو هان لكن المثال نفسه لهذا موجود في كتاب هينز لانه بادي 1 وانا استخدمت نفس القيمه طبعا الستارت ديت هذه اللي بتهمني الفاليو اللي ببدا اثبتها وبدي ابدا منها الستارتنج تايم تبع المشروع الان في جدول ثاني السفلي هذا اللي انا حاعمل فيه كل الكالكوليشنز تبعتي وحابدا ارجع اعبي الداتا اللي لازمه لكل اكتيفيتيز فيما بعد طيب الاستراكشر تبع التيبل التحتاني هو ملوش علاقه في تطابق الاعمده هذه انتبهوا لها مهمه فيها التي ناو هذه التي ناو هو الزمن اللي انا بدي اعمل عنده سكيدجولينج الام افيلبل قديش انا في عندي ريسورس افيلبل عند هذا التي ناو مثلا اول يوم انا متوفر عندي 5 ام ومتوفر 2 اتش فهنا الافيلبل موجود طبعا بدي اقارنه فيما بعد بالنيدد في الاكتيفيتي ريدي الاكتيفيتي ريدي مين الاكتيفيتي اللي انا الان استطيع اعطيها ريسورس والاكتيفيتي سكيدجولد اللي انا ممكن اعطيها الريسورس فعليا عندي حشوف الفرق بين الريدي والسكيدجولد الام ان يوز وانس انه انا اعطيت هذه الاكتيفيتي الريسورس بسجل الريسورس تبعها في الخانه اللي محطوطه في الام ان يوز فمثلا اي اعطيتها 2 و1 فبصير 2 و1 لو كان في تو اكتيفيتيز في نفس اللحظه اي وسي فبسجل المجموع تبع التنتين هان زي ما حشوف الان اذا التي ناو هو اول تايم هو نفسه الستارتنج تايم تبع الاكتيفيتي اي فالتي ناو نزلت الستارت تايم تاع الاكتيفيتي اي واجيت عند عبي البيانات التاليه فالتي ناو عند دي 1 في عندي 5 افيلبل 2 من اتش اكتيفيتي ريدي اول اكتيفيتي اي اكتيفيتي سكيدجول لانه ما في لسه قبلها اي اكتيفيتي هي نفسها بنزلها تحت بتصير سكيدجول اكتيفيتي اي بدها من هنا بقرا 2 و1 فبعطيها هذا الريسورس اللي بدها اياه على اساس هي اول اكتيفيتي ما في مشكله عندي فيها اوكي خلينا نشوف البروسيجر هذه كلها بشكل متكامل الان يعني هان واضح حعيد الخطوات خطوه خطوه ننتبه لها بس اهم نقطه مره ثانيه بتاكد عليها انه التيبل اللي تحت الاعمده فيه مش مرتبطه بالاعمده تبعت الجدول اللي فوق هنا بعمل الكالكوليشنز وبعدين بغذي المعلومات في الجدول العلوي الخطوه الاولى طبعا بالنسبه لي اخذتها زي ما تو شفت عند الاكتيفيتي ايه لانها اول اكتيفيتي اخذت ببدا من التي ناو هو نفسه التي ستارت وكملت الانفورميشن تبعت التيبل التحتاني بناء على الاكتيفيتي ايه الان التي ناو هي بالنسبه الى الان المعيار اللي بدي اقيس فيه مين من الاكتيفيتيز اللي بدها تبدا لكن وانس انه انا عندي التي ناو هي كانت نفسها الستارت تايم تبع الاكتيفيتي اي اذا الفينش تايم تاع الاكتيفيتي اي بده يكون الستارت زائد الديوريشن تبعتها الديوريشن تبعت الاكتيفيتي اي 1 زائد الستارت تايم 1 تعطيني الفينش تايم 2 اذا خلصت الاكتيفيتي اي الان عند 2 هذا ال 2 بده يكون الان بالنسبه الى نيو تي ناو الخطوه التاليه بتصير الان التي ناو هي 2 طيب عند
T now 2 already activity A finished. مين بيجي بعد activity A؟ بجي بتطلع على preceded by activity A. في عندي two activities. لاحظوا أنا بستخدم نفس الألوان عشان نتبع فيها. فpreceded by A activity B والactivity C. طبعا الavailable عندي 5 و2. الآن الactivity ready to be scheduled هما الactivity B و C اللي preceded by A وأنا قرأتهم من الجدول هان. لاحظوا أنا الآن برجعش للنتورك. طيب ببدأ أسأل مين من هدول أنا أعطي له الآن الريسورس. هنا الكونديشن اللي له الهايست اكتيف فاليو. بتطلع على B و C. مين إلها الهايست اكتيف فاليو؟ B 15. فبنزل B من ريدي لسكجول، فأصبحت B الآن أخذت الريسورس. وانس إنه أخذت هذا الريسورس هتاخده لكل مدتها اللي هي الأربع أيام. طيب في إمكانية إن أنا أعطي كمان، لأنه الآن B الريسورس نيدد إلها 2 و1. فإذا هنا في الأم نيوز بحط 2، سوري بحطها على 2 و1، والأفيلابل عندي 5 و2. فإذا ممكن أنا كمان أعطي سي أخليها سكجولد، لأنه سي بدها من الريسورس اللي بقرأه سي، سوري بدها 2 و1 كمان 2 و1، فصار عندي 4 و2، فأصبحت الآن C كمان scheduled. الآن هذه الداتا بدي أجي أعمل reflection إلها في الجدول العلوي. فالT now هي تمثل الآن start time للactivity، هتكون هيها للactivity B والactivity C، لأنها مباشرة صارت بعد الactivity A. فإذن T now أنا الآن بثبتها وبنقولها للتي ستارت لهدول التو اكتيفيتيز، وبحسب منهم الفينش تايم تبعتها، لانه وانس الاكتيفيتي ستارتد لازم تنتهي. فباجي على اكتيفيتي بي، ايش الديوريشن؟ 4 + 2 = 6 الفينش تايم. الاكتيفيتي سي الديوريشن تبعتها 2 + الستارت تي ستارت 2، فالفينش تايم تبعها 4. للمره الثانيه برجع بدي أحدد إيش التينا وتكون عندي التينا، وفي مين مربوطة؟ في أول أكتيفيتي بدها انتهت ومرتبط فيها أكتيفيتيز تانية. لاحظوا أنا في عندي التينا، في عندي فينش تي فينش 6، وفي عندي 4 هان. مين المينيمم فيهم؟ 4. فبتصير التينا والآن بالنسبة إلي هي بدها تكون هي بالنسبة إلي التينا وأربعة، لأنه انتهت سي عندها. الآن مين preceded by سي لما تنتهي؟ بتطلع على الأكتيفيتيز مين preceded by سي، في عندي 3 أكتيفيتيز جي وأف وأتش. طيب لكن already الآن في عندي الأكتيفيتي بي أنا بادية وبتنتهي لسه عندي 6، ولكن أنا عندي 4. فإذا عمليا أنا الآن بدي أختار، أشوف الخطوة التالية، الـ available عندي من الـ resources هي M 5 H 2. الآن الـ activity الـ ready already B بدت، و F لأنه عندي G و F و H انتهوا بعد C، بيصيروا هدول ready. هي F وجي و اتش هدول ريدي، لكن مين ممكن يصير لها سكجول؟ اللي بتحقق شرط اللي لها الهايست اكتيف فاليو، واللي بدت بخليها مستمره. فبي بتنزل وبي ايش بدها؟ ريسورس 2 و1. فهي نزلت بي. طيب عندي اف وجي و اتش، هي اف وجي و اتش مين لها الهايست اكتيف فاليو؟ جي. إذا جي هي اللي بنعطيها الريسورس، لكن إذا جي أعطيتها الريسورس إيش بدها هي الريسورسز؟ 1 أم 2 H، ولكن already B موجودة اللي ماخدة 2 و1، فما بستطيع أعطي كمان 2 H إلها لأنه بصير 3 H. إذا بدي أخر الآن جي، فبخليها ready ولكن مش scheduled. مين بيجي بعدها؟ الهايست أكتيف فاليو F إلها 6،
فإذا بنزل F لا إنها تكون بالنسبة إلي إيش؟ scheduled، وبعطيها الريسورسز اللازمة إلها 3 و 0، فصار عندي التوتال هاي كمان أنا 0 زائد 3 3 و 2 و 0 و 1 5 و 1، وهيك صار في scheduling لل B و F only، وهدول ريدي وبيستنوا. طيب أنا عمليا إيش اللي حسبته هان؟ هذه الحسبة تمت عند T now 4. إذا مباشرة للأكتيفيتيز اللي أنا بديتهم هان بأعطيهم الـ T now 4، انتقلت للأكتيفيتي F اللي أنا بديتها 4 ولكن بي أوريدي بادية عند day 2 فما بغير لها البداية تبعتها. F الديوريشن تاعتها 3، 3 زائد 4 7 بيكون الفينيش تايم تبعها. فإذا هنا أنا حددت الفينيش تايم تبع الأكتيفيتي F، لأن النقطة مين الإيش التينا وحتكون. باجي بتطلع، خليني بس أمحي. إذا صار واضح عندي الآن التينا واللي أنا بدي أحددها الآن. أوكي، عشان أحدد الآن أنا إيش النكست تينا وبالنسبة إلي بدي أجي أتطلع على مين المينيمم اللي بيجي بعد الأربعة. الأربعة أوريدي أخذتها، اثنين أخذتها، في عند الستة والسبعة. فإذا التينا وحتكون عندي الآن ستة اللي هي نهاية بي. طب لما تنتهي بي مين حيجي preceded by بي؟ بحدد مين preceded by بي، حيكون الأكتيفيتيز E و D. وأوريدي أنا في عندي لسه في الأكتيفيتي F مستمرة و G ready تستنى و H. فإذا الخطوة التالية بعد ما احدد التينا وبدي احدد مين من الاكتيفيتيز عندي الان اللي حتكون ريدي، وفيما بعد اشوف مين اللي ممكن انا اعمل لها سكادجولينج. فمره ثانيه الاكتيفيتي اف اوريدي ستارتد عند دي 6، فبنزل اف بتكون من ريدي ل سكادجولد. الان الاكتيفيتي الثانيه اللي أنا ممكن أعملها assignment بدي أبدأ أطلع مين اللي عندها highest active value. activity دي عندها 10، والnext اللي بيجي وراها ممكن يكون الactivity إيش عندي. أنا عندي D و E و F و G و H. هاي E أيضا نفس الشيء، وهاي D، هاي D 10 و E 11. سوري، ممكن تكون البداية للactivity E. ولكن الاكتيفيتي طبعا طالما اف موجوده، اف ايش اللي بدها اياه؟ 3 و 0. لو انا بدي اعطي اساينينج ل اي تصير سكادجولد، اي بدها على اساس انه لها الهايست اكتيف فاليو بدها 3 و 0. 3 و 0 هنا بصير الام 6، وهنا مش مقبول لانه الافيلبل عندي في هذا الفتره 5 فقط. اذا ما بستطيع اخلي اي سكادجولد، عشان هيك انتقلت للي بعدها الهايست اكتيف فاليو دي، اعطيت دي، وفي امكانيه اعطي كمان جي الان، عشان هيك نزلت جي لما حسبت الريسورسز، فصار في امكانيه اعطي 5 و2 لهدول التو اكتيفيتيز. اذا الان السته هذه التي ناو اصبحت لمين؟ للاكتيفيتي الجديده دي اللي انا نزلتهم لدي وجي. فإذا الستة بنقلها هان وهنا، بتصير هي عبارة عن start time للأكتيفيتي D وstart time للأكتيفيتي G. ستة وديوريشن 1 7، وهنا ستة وأربعة 10. بصير الآن السؤال التالي، أنا ببحث عن T now، مين المينيمم بعد الستة؟ في عندي السبعة. فإذا بتصير التي ناو الآن 7، وبستمر بالبروسيس اطلع مين من الاكتيفيتي اللي كانت اوريدي سكادجولد بخليها، وبدي اطلع على الريدي مين اللي له الهايست اكتيف فاليو هو اللي بنزله اذا الريسورس ريكويرمنت بيسمح. وبتستمر العمليه لحد ما وصلنا لاخر خطوه فيها بالشكل اللي موجود امامي. لاحظوا مرة تانية إنه التينا وهان ما مرتبطة
بالأعمدة الموجودة هنا، عشان هذا أحد الـ common mistakes اللي بتصير، إنه بتاخذوا الأرقام من 6 لفوق، 7 لمحل العشرة إلى آخره. لا، أنا بطلع التينا وهي بتصير الستارت تايم المناسب للأكتيفيتي حسب ما حسبتها وبكمل الآخر. فواضح عندي التينا وآخر واحدة اللي طلعت معايا هي بالنسبة إلي تمثل نهاية المشروع عند آخر أكتيفيتي موجودة. طبعا هان بيعطيني تصور عن توزيع الريسورسز، بس بإيش مربوطة الأم والأتش بالفترات. يعني عند تينا واحد التوتال لأم كان 2، عند اليوم الثاني كان 4، في اليوم الرابع يعني استمرت من اليوم الثاني للرابع 4. وبالتالي لو أنا جيت أرسم الهيستوغرام حيختلف عن اللي عملته شوية بالسيريز، لأنه هذا بيصير يعطيني إياه مش day by day، بدك تعملوا ستيبس للزمن. عند اليوم الأول لو نرسم جراف، اليوم الأول الثاني بيستمر مثلا الرابع إلى آخره. فأنا عند كل تغير بالريسورس بأرسم الريسورس الموجود عندي بناء على الظاهر أمامي. إذن هيك أنا بالبروكس ميثود اللي هي شبيهة جدا بالسيريز ميثود، ما احتجت للنتورك، حسبت التابل تبعي، طلعت كل الستارت تايم والفينيش تايم لكل الاكتيفيتيز وعملت لها ريسورس ديستريبيوشن. اوكي، هيك بنكون غطينا احنا الثلاث طرق لحساب عمليه الريسورس الوكيشن. هذه طبعا الثلاث طرق موجوده في كتاب هينز، كويس تطلعوا عليها وتعملوا الاساينمنت 4 المطلوبه منكم. اوكي، فبتصور يعني كثير جيد نطلع على هذه الفيديوز حتى نكون جاهزين للمحاضره القادمه اللي بنحاول نشوف كيف نعمل مانجمنت للريسورسز باستخدام الام اس بروجكت. فالتيتوريالز الموجوده كثير جيده، تشوفوها وتكونوا جاهزين ان شاء الله للاسبوع القادم.